في رأيي الوضع يختلف، يعني التراجع اللي كان في الولايات المتحدة هو تراجع طبيعي لأننا أقرب إلى مستويات تاريخية، فتراجع إلى 10% في المستويات الحالية سوف يكون يعني شيء طبيعي وذن المعقول. أما التراجعات في أوروبا في رأيي تعكس قلقا حقيقيا عن على الاقتصاد الأوروبي، وأيضا على عجز المؤسسات المالية الحكومية والخاصة في منطقة اليورو وأوروبا بشكل عام أن تساعد حركة الاقتصاد في أوروبا. مثلا الـ ECB كثير جدا من التصريحات، ولكن ليس هناك أي إجراءات حقيقية ملموسة يمكن أن تساعد الوضع هناك، وأيضا أي quantitative easing أي يعني طب يعني ما بإمكانه فعل عمر بالنسبة للـ ECB؟ يعني حاول في تخفيض من مستويات الفائدة، تلترو، الـ ABS securities، يعني كل هذه الأدوات، وحتى الآن لم ينجح ربما في رفع مستويات الثقة في الاقتصاد، ولكن ليس هي فقط الثقة، ولكن لاحظنا تراجع يعني خطير جدا بالنسبة لألمانيا، كان في طلبات المصانع وحتى الاندستريال اوردرز تراجعات لأدنى مستويات منذ الأزمة العالمية، وهذا هو أكبر اقتصاد أوروبي. يعني لو بالفعل يعني ما شاهدنا هذا الضعف في ألمانيا قد يستمر، هو المحرك لقارة العجوز، ما الذي يعني سننتظر من أوروبا؟ بكل تأكيد، وفي الحقيقة هذا التراجع الذي شهده الاقتصاد الألماني هو سوف يصعب مهمة الـ ECB، والسبب أنه كثير جدا في ألمانيا يعني ينتقدون كل الإجراءات التحفيزية التي على الأقل يعني يقوم بها المركز الأوروبي أو يصرح بأنه سوف يقوم بها. فالألمان في الوقت الحالي يقولون أن حتى الاقتصاد الألماني هو متأثر سلبا ولا يستطيع أن يلعب دور القاطرة الرئيسية لكل القطار منطقة اليورو، فهذا سوف يصعب أكثر على الـ ECB. أيضا هناك كثير جدا من الأحزاب التي يعني هي أنتي يورو وأنتي يوروب في ألمانيا الآن بدأت تقوى وتضع ضغوط كبيرة جدا على أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، وهذا أيضا سوف يصعب مهمة الـ ECB. سألتني ماذا سيفعل؟ في رأيي أن سوف يكون هناك كثير جدا من التصريحات التي أيضا بدأت تفقد الفاعلية لديها، و ultimately اللي حيحصل انه حيأثر سلبا على الاسهم الاوروبيه، حيأثر سلبا على اليورو، والاستفاده سوف تكون للاسهم الامريكيه اكثر والدولار الامريكي. طب نحن ايضا في انتظار اليوم عمر فيما يتعلق في FOMC، محضر الاجتماع الفيدرالي الامريكي، كيف ترى هذا الصراع ما بين المتشددين والمتساهلين بالنسبه للسياسه النقديه؟ نعم، في رايي ان الان سوف الاهتمام حتى بين المتشددين ايضا سوف يعني يقلعوا عن التركيز عن الانفليشن، وسوف يركزوا اكثر على سوف يقلعوا عن البطاله. نعم. والوظائف والى اخره، وسوف يركزوا اكثر على التضخم الذي هو يعني شبه غير موجود الآن في الولايات المتحدة أو على الأقل في مستويات يعني ضعيفة جدا. والسبب هو أنه ما في هناك أي يعني ما في تضخم في الويج جروث، ما في ويج في الويجز. نعم، في وظائف، وهذه المشكلة على كل ليست فقط في الولايات المتحدة، ولكن حتى لاحظناها في بريطانيا، في ألمانيا، وفي معظم الاقتصادات الكبرى. يعني نشهد تحسن ربما في مستويات الوظائف، ولكن لا نرى أي ارتفاع في الرواتب أو في الإيجارات. نعم، وهذه هي الآن أكبر مشكلة تواجه كل البنوك المركزية، أن برغم أن الوضع الوظائف قد تحسن، ولكن ليس هناك أي يعني ويج جروث. هذه هي أكبر مشكلة الآن، وهذا ما سمح للدولار ان يعني يصحح بعض الشيء من النزول الكبير الذي شهدناه الاسبوع الماضي. لان يعني كان هناك في بعض التصريحات من الفيدرال الامريكي او بعض الاعضاء في الفيدرال الامريكي ان الان التركيز سوف يكون على الويج جروث الذي هو يعني غير موجود، وهذا اعطى انطباع انهم غير مستعجلين. نعم. لرفع سعر الفائده في الوقت الحالي. عمر، توقعاتك بالنسبه للدولار، هل سيستمر في الارتفاع الى نهايه العام؟ بكل تاكيد حسين، وذلك ليس فقط لقوه الاقتصاد الامريكي ولكن لضعف كل الاقتصادات الثانيه الاخرى، واي سيوله يجب طبعها من الاي سي بي سوف تجد طريقها الى الولايات المتحده والدولار الامريكي. نعم. 120 122 هذا هو المستوى المتوقع. نعم.